دور الأم اللي بتراعي ولادها أو المدرسة اللي بتعلم أطفالها لعبة كل البنات الصغيرة بتلعبها مع بعضها، لكن اللعبة تحولت لواقع مع أمل اللي لقت نفسها قاعدة تشرح لمامتها وتشجعها على تحقيق حلمها، وده اللي خلق عند أمل نفسها دافع قوي لاستكمال تعليمها. معانا أمل مصطفى عبد التواب بنت إيمان، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. قوليلي بقى، أول ما مامتك قالت إن أنا عايزة أكمل تعليمي وأدخل أخد الشهادة الإعدادية مع بنتي، حسيتي بإيه؟ الأول بصراحة كنت زعلانة شوية، وبعدين فرحت إن أنا ما كانش عندي صحاب وكده، ما كنتش بمشي مع حد. طب الأول كنت زعلانة ليه؟ كان في تريقة شوية من اللي حواليا، تنمر بقى من الناس اللي حواليكي. كانوا بيقولولك إيه بقى؟ إزاي مامتك هتروح معاكي؟ طب هي هل هتحضر معاكي حصص؟ هل هتحضر معاكي في المدرسة؟ هي مامتك ما جاتش المدرسة ليه؟ كان تنمر كتير قوي، وأيام الامتحانات بالذات. هي مامتك معانا؟ هي ازاي كده؟ هي قدك؟ كانت في ناس كده بتنادلها يعني باسمها، كنت بتضايق قوي. أقول لهم على فكرة هي لها أطفال يعني، وأنا أقول لها يا أم أمل أو أم إسلام، يعني ازاي تنادوها باسمها؟ كنت أبقى غيرانة بصراحة. ولما كنا في الدروس أو كده، كان لو حد من صحابي قاعد جنبها كنت أبقى زعلانة قوي ان حد هياخد مكاني بقى، او حد هيقعد جنبها او بس. بعد كده بقى اكتشفت ان كنت بتحكي لها بقى وبتنقلي لها المشاعر دي، ولا كنت بتخافي تقولي لها لا، بصراحة؟ ساعات وساعات كنت ساعات اقول لها صاحبي بيقول كذا، هل انت هتقدر تكملي؟ هل انت طب اقعدي بقى قولي لا هكمل انا معاك، مفيش جواب. حد اللي بيتكلم يتكلم عادي، ما الناس على طول بتتكلم مش عارف ايه، بس لحد ما وصلنا يعني كده. طيب احكي لي بقى عن المواقف وانتوا بتذاكروا مع بعض، مين اللي كان بيشرح للتاني؟ كانت بتشجعك وبتقول لك ايه، وانتي برضو كنت بتشجعيها وتقولي لها ايه؟ هو ايام اعدادي كانت هي بصراحه اللي بتشجعني قوي، وهي اللي كانت بتذاكر رياضه انجليش علوم دراسات كل ده، اللي هو ايام دبلوم انا اللي كنت بذاكر لها، وانا كنت بشجعها لان ما كانتش بتروح كنت دروس اشطر او منها كده. شويه في الدبلوم. لان انا كنت بحضر وباخد دروس، كنت باجي اذاكر لها وكده. فجينا ايام المعادله هي اللي كانت بتذاكر لي بصراحه، وهي اللي كانت بتشجعني لان انا ما كنتش هعمل معادله. قلت لها لا استكفى بالدبلوم وهقعد، قالت لي لا كملي، لازم تكملي توصل انت طب ليه المكان قلتي اللي انت استكفى عايزاه. بالدبلوم مع ان مامتك يعني شايفه نموذج قدامك انها لا يعني دخلت محو الاميه وكملت وحابه انها تدخل الجامعه وبالفعل دخلت، ليه قررتي ان انت لا انا هستكفى بالدبلوم؟ كنت متضايقه بصراحه، او ما كانش عندي حافز او طاقه ان انا اكمل تاني، لكن هي بقى حفزتني وادتني طاقه بصراحه، لازم تكمل لازم. قلت لها لو رحت المعادله وسقطت مش هعملها تاني. لا طبعا، يعني انا قبل ما ادخل اصلا وقبل ما اقدم ورقه قالت لي لا هتعمليها لو سقطتي هتعمليها تاني.